اليوم كندير وقفة احتجاجية إنذارية الحكومة خصوصا لأن هي اللي كانت صعدت لنا هذا الغازوال اللي وصل لواحد ارتفاع صاروخي واللي ولا كينافسنا في القوت اليومي ديالنا لدرجة أنه ولينا كنوصلوا واحد 300 درهم ولا 350 لدرجة أنه وصلت واحد 120 درهم ولا 130 درهم اللي تزادت علينا في النهار. هاد 120 درهم كنا كنديوها مقادير ولادنا، اليوم ما بقيناش كنقدو نديوها. الشيفور جوعوه، المهني جوعوه، اليوم كنطالبوا حيت ملي كيجوع المواطن المهني كتزاد، كيقول لك زيد على المواطن، وملي كيتزاد المازوت راه كاع المواد الغذائيه كتزاد، لان كلشي كيتنقل بواسطه المازوت. واليوم حنا كنطالبوا الناس ديال الحكومه، وكنطالبوا السي خنوش اللي الشعب هو اللي دارو، ماشي وصلتي ونبتي، راه الشعب اللي دارك. واليوم انت كتصوت في الشعب، حشومه وعيب وعار. هذه عاد 3 شهور باش جيتي الحكومه، شوف فين وصلنا، ملي غتضرب العام اش غدير لينا؟ اليوم كنطالبوا الناس مسؤولين باش يشوفوا في حال المهنيين، حيت لا يعقل حنا غنوضوا نزيدوا على المواطن، راه حنا على المواطنين. اشرق الانوار هاد الوقفة اللي درنا دايرينها إنذارية سلمية من أجل جوج ديال المشاكل. المشكل الأول هو الغلاء ديال الغازوال، أنه وصل واحد الحد اللي ما نقدوش نخدموا به. والمسألة الثانية هي كنساندوا الشعب ديالنا على هاد الغلاء ديال المأكولات ديالنا. لهذا حنا درنا هاد الوقفة هادي باش نعبروا على روسنا ونعبروا على الشعب ديالنا بأننا محتاجين المساندة من الأمن، من المسؤولين. هاد الوقفة درنا على قبل تفعيل غازوال المهني اللي هو قرار صادق خرج، كنطالبوا فقط التفعيل ديالو. في نفس الوقت كنطالبوا بالحكومة فهي تعمل على الضغط على محطات الوقود من أجل خفض الأرباح ديالها، لأنه كنشوفوا كتربح درهم ونص، خاصها فقط تربح 50 فرانك كما كانت سابقا. في نفس الوقت هي تخفض من التيفية. السائق المهني عنده عدة إكراهات، أولهم التطبيقات الدخيلة على السياقة المهنية، كاينين التطبيقات اللسانية معهم الولاية وما مطبقاش فيهم العقوبات لأنهم خرقوا العقوبات ديال النقل. هي كتخدم مع الطاكسي وكتخدم مع البارتيكيلي والعقوبات ما كنشوفوهاش. في نفس الوقت كاين واحد التطبيق اللي تطبيق روسي اللي دخل الخدمه بقوه بقوه المال، وكيسجل الناس عبر المراسله باغ انترنت، و 50% من اللي مسجلين فهم مسجلين باوراق مزوره، وهذا الشيء عندنا اثباتات. وكاينين محاضر، كاينين الناس تعداو عليهم ومحاضر ديالهم في الشرطه وتقيدوا ضد المجهول، وهذا الشيء خاطئ على المجتمع. في نفس الوقت كيضيقوا علينا الرزق ديالنا.